الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الحمد لله ربنا كرمني في يوسف. هو النهاردة تلقيت اتصالات من قيادات المنطقة متمثلة في الأستاذ مضر والشيخ سعيد وبعد كده الأستاذ هاني أبو الفتوح مدرس المواد الشرعية، قالوا لي إن مكتب فضيلة الإمام هيتصل بيك، فأنا ما كنتش مصدق نفسي فسجدت لله شكر. وبعد كده انتظرت الاتصال، لقيت مكتب فضيلة الإمام بيتصل عليا ولقيت الشيخ بيتصل. طبعا ده فخر، يعني حاجة أفتخر بيها، وهذا شرف لا أستحقه إن فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب هو اللي يتصل بنفسه، ولكن من باب جبر الخواطر هو حب يجبر خاطري وخاطر والدته. فالحمد لله هو مهناني بإن يوسف جاب 99.85% في الثانوية الأزهرية الأول مقرر. فالحمد لله رب العالمين، ربنا كرمني في يوسف. وطبعا من ساعتها من الساعة 6 لغاية دلوقتي الاتصالات ما بطلتش، سواء على الفيس، تواصل مواقع التواصل الاجتماعي، الموبايل. حاولت ان انا اعمل فيديو كول مع يوسف عشان نعمل بث مباشر، ولكن طبعا لسوء الاتصالات، لان هو المنطقة اللي احنا فيها الاتصالات فيها صعبة شوية. فبس الحمد لله بشكر ربنا، الفضل لله اولا، ثم للمنطقة الازهرية كلها متمثلة في شيخ المنطقة، متمثلة في الاستاذ مولر مدير عام المواد الصيفية ورعاية الطلاب، المعهد، الشيخ المعهد، المدرسين بتوعه، وما تأخروش عنه في اي حاجة، عمرهم ما في واحد فيهم متهرب منه. يعني انا اللي كنت بشفق عليهم من طلبات يوسف، اقول له يا ابني الناس عاوزه تستريح، ده وقت ما ينفعش تتصل فيه، بيقول لي لا بابا في حاجه مهمه بس اصل لازم انا اسال الاستاذ على حاجه. فبصراحه هم كانوا يد العون بعد الله، ووقفوا جنبه وقفه كويسه جدا جدا اثناء الامتحانات. انا كان كل هدفي تهيئه الجو، وبصراحة أنا بشكر من المكان ده هوت، بشكر قيادات المنطقة على أنهم أداروا الامتحانات بحرفية. يمكن إحنا بنتكلم في 35 يوم امتحانات، 17 مادة، إن ما تطلعش مشكلة. الناس ديت جنود مجهول.